عدنان عوملي بجائزة أمي عن مسلسل الاجتياح وليش التقدير العظيم من أمريكا للعالم العربي. عدنان عوملي التقى مشاهير وتكلم عن المنافسة اللي كانت بين 500 عمل عالمي وأيضاً عن الجديد في رمضان وعن التعاون مع مدينة دبي. ليش احنا بس بالعالم يعني لازم نعاني؟ ما ضل في بلد مختل بكل العالم الا احنا. الاجتياح اتس ا ماستر بيس بالنسبه لإلنا لانه حققت الفوز العالمي وهي اول عمل عربي حقيقه يصل الى هذه الجائزه اللي هي الجائزه رقم واحد في عالم التلفزيون. ليش دائما هوليوود تهتم اكثر بالاعمال اللي بتتناول موضوع الحروب؟ مع انه يمكن هلا من بعد هيدا العمل يكون في عمل يمكن احلى وموضوع مختلف تماما، هل بتحس بنال التقدير العالمي كمان اذا ما كان بيتناول موضوع حرب و انت بتعرفي انه حتى يوصل العمل للترشيح لاربع اعمال كان لازم ينجح على 500 عمل اخر من العالم من خلال 50 دوله. كانت لجان الحكام في عده دول ومنها دبي كانت لجنه حكام بتشاهد اعمال اللي راح تدخل في مسابقات الإيمي أورد. كل المسألة لحظة صدق مع النفس، واحد منا بينه وبين نفسه. كل عمل سواه مسلسل وبعتقد انه في حوالي 80% من الاحداث هي 100% هي زي ما هي وثائقيه. والعمل هو ميزته انه عمل معاصر، بتعرفي قديش هلا احنا في مجال التلفزيون مجال التوعيه والترفيه، فاحيانا بنتجه الى الترفيه اكثر من مجالات القصص الحب و و و و العمل هذا شق مختلف بانه حكى عن معاناتنا اليوميه وعن واقع عم نعيشه هاي الايام. الاجتياح مسلسل بسيط كثير، بيحكي عن معاناه الفلسطيني في مساحه زمنيه او مساحه سكانيه محدوده اللي هي منطقه جنين ومخيم جنين، وبحكي عن نبض العائلات الفلسطينيه. يا رب مستعد اضحك حياتي كلها كرمالك. شو البروجكت المقبل يلي عم تحضر له؟ في شيء عم تحضر له هون بدبي؟ اعمال عم تتصور هون؟ مع دبي لنا علاقه متميزه وسوينا عده مشاريع، بنت النور وحب في هايد بارك، وان شاء الله في مشاريع اخرى اقرب طريق عم نحضر لها. المركز العربي عنده مجموعه اعمال يعني بده يطرحها لسنه 2009 و2010، منها معاويه بن ابي سفيان وهو شخصيه جدليه عظيمه فبنتصدى لها لانه يجب ان نرى تاريخنا كما هو باذن الله. وفيها مجموعه من الافلام المسلسلات البدويه زي العنود كاستينج عم جرب هيك ضبطت ويوجد عمل تحت عنوان بلقيس ملكة سبأ نشوف المرأة العربية ودورها السياسي في من قديم الزمان. حلو. فزائد بنحضر لعمر المختار ومجموعة أخرى من الأعمال إن شاء الله تلاقي استحسان المشاهدين. أكيد.